أحبابي ارحموا قلوبكم، فالدنيا والله لا تستحق غضبكم ولا زعلكم، أنتم كرام عند الله عز وجل. بعض الناس يحمل الهموم ويحمل هم الدنيا، وتجد دائما في هم وفي غم وفي كبد. لماذا؟ لا تحرق نفسك ولا تتعب نفسك، والله الدنيا لا تستاهل زعلك لحظة. أنت مؤمن، أنت من أهل لا إله إلا الله، أنت من أحباب الله عز وجل، أنت معك كلمة تعدل السماوات والأرض وما فيها. إبراهيم بن أدهم رأى رجلا مهموما وفي حالة صعبة، فقال له ثلاث أسئلة. قال: يا أخي، أيجري في الكون شيء لا يريده الله؟ قال: لا أبدا، كل شيء يريده الله هو الذي يحمي. قال: أينقص من رزقك شيء قدره الله؟ قال: أبدا. قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله لك؟ قال: لا. قال: إذا ففيما الهم؟ مدام أجلك مكتوب ورزقك مكتوب وكل شيء يحدث بعلم الله، لماذا الهم؟ لا تحمل نفسك الهم، الهم ترى مصيبة يا إخوان. الهم هذا جندي يعذب الله به العباد. مما يروى عن علي بن أبي طالب أنه لما سئل عن أعظم الخلق قال: أعظم الخلق الجبال. قال: لما خلق الله الجبال قالت الملائكة: يا ربي، ما أعظم هذا المخلوقات؟ يعني الملائكة كانت تسأل الله عز وجل ما هو أعظم الخلق، فخلق الله عز وجل الجبال. فقالت الملائكة: ما أعظم هذا الخلق يا رب؟ فأنزل الله الحديد فكسر الجبال. فقالوا: الحديد هذا أعظم خلق الله عز وجل. فخلق الله النار فذوبت الحديد وصهرته. فقالوا: النار أعظم خلق الله. فأنزل الله الماء والمطر فإذا به يطفئ النار. قالوا: الماء أعظم خلق الله عز وجل. فأرسل الله الريح فبعثرت الرياح، بعثرت المياه والسحاب وبخرتها. فقالوا: إذن الريح أقوى خلق الله عز وجل. فخلق الله الإنسان فاتقى الريح وتدفى ووضع الحواجز فسلمه الله من الريح. قالوا: إذن الإنسان هذا أعظم خلق الله. فسلط الله عليه النوم فكان النوم يهده ولو كان أقوى الناس. فقالوا: إذن النوم هو أعظم خلق الله. فخلق الله الهم فطير النوم. ولذلك إذا جاءك الهم فأنت في كرب شديد، فلا تفتح للهم، لا تفتح للهم مجال. إذا جاءتك أي مصيبة، إذا جاءك أي أمر يهمك، اجلس مع نفسك ثم ثق أن كل مصيبة تأتيك هي أقل من التي فوقها. الذي يأتيك مقدر من الله عز وجل، وليس هناك أحد أرحم بك من الله عز وجل. والذي يأتي عليك يأتيك بقدر من الله عز وجل، ولا يمكن أن يظلمك الله مثقال حبة ولا أقل من ذلك، لأن الله بك رحيم. الذي يأتي عليك من هموم الدنيا ومشاكلها ليس لأن الله يكرهك أو يريد أن يعذبك، لا والله، إن الله أرحم بك من أمك. أمك التي تحبك والله لا يمكن أن تعادل رحمة الله فيك. فلا تهتم يا أخي، عش في حياتك،